246,236 صوت. الأصوات اللي بطلت منها حوالي 9,334 صوت. بالقانون المفروض اللي يعلم في الدائرة دي ياخد على الأقل 50% زائد واحد من مجموع 244,236. اللي تم إعلانه من خلال اللجنة العليا للانتخابات هو الدكتور عمرو حمزاوي وهو صديقنا جميعا، لكن الكشوف بتقول وهو رقم 17 انه حصل على فقط 125,806 صوت.